السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دلوقتي موعدنا مع المحاضرة الأولى من مقرر دراسات الجدوى المحاسبية أو الدراسة المحاسبية لدراسات الجدوى الاقتصادية. هنبدأ فيها بالوحدة الثانية واللي بتتكلم عن تحليل المناخ الاستثماري والصلاحية القانونية للمشروع. بالنسبة للجزء الأول، احنا عارفين ان عمر المشروع وانواعه بتختلف من وحدة من نشاط لاخر يعني، فلازم نعرف دلوقتي ايه هي العناصر الاساسية اللي احنا هنتكلم فيها، واللي هي زي ما قلنا عمر المشروع، وازاي بنعمل تحليل المناخ الاستثماري، وازاي بندرس القوانين الخاصة بالاستثمار، وازاي نقدر نشوف ايه هي الحوافز او قيود الاستثمار، وايه هي المسموحات والاعفاءات الضريبيه، وكذلك الحوافز الاستثماريه المباشره وغير المباشره، واخر نقطه الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار الشكل القانوني للمشروع. بالنسبه لعمر المشروع، عمر المشروع هو المتعارف عليه ثلاث انواع من اعمار المشروع. النوع الاول هو العمر القانوني، والنوع الثاني هو العمر الانتاجي او الفني، والنوع الثالث هو العمر الاقتصادي. بالنسبه للعمر القانوني، العمر القانوني بيتحدد أساسا في ظل القوانين العامة السائدة وقوانين الاستثمار بالدولة التي سيقام بها المشروع، وكذلك تحدده عقود تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة. يعني عقد تأسيس الشركة هو اللي بيحدد العمر القانوني للمشروع، وده طبعا بيبقى على أساس اتفاق مجموعة الشركاء على مدة العمل وعمر الآلات والمعدات المستخدمة. وفي ظل قانون المصري للاستثمار تتحدد المدة القانونية للمشروع بالفترة الزمنية التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويبلغ المتوسط العام للمدة القانونية التي توافق عليها هيئة الاستثمار 25 سنة إلا في حالات التعمير المدني والسياحي واستصلاح الأراضي البور والصحراوية، تزيد المدة إلى 50 عام. ده بالنسبة للعمر القانوني. العمر الاقتصادي، العمر الفني او الانتاجي. العمر الاقتصادي هو الفترة الزمنية التي يحقق فيها المشروع معدلات العائد الاقتصادي المستهدفة سواء المرغوبة او المخططة. اما بالنسبة للعمر الانتاجي او الفني، ودي هي الفترة الزمنية التي يكون فيها المشروع قادرا على التشغيل بكفاءة من حيث كفاءة الآلات والأصول المختلفة المستخدمة في المشروع. نيجي لتاني نقطة اللي هي تحليل المناخ الاستثماري. كلمة المناخ الاستثماري أو دراسة المناخ الاستثماري بنقصد بيها تحليل مجموعة المتغيرات اللي موجودة والعوامل المؤثرة اللي بتأثر في المناخ الاستثماري. خلينا نتفق إن في عوامل مؤثرة في المناخ الاستثماري وفي عوامل بتتأثر بالمناخ الاستثماري. نقدر نصنف العوامل دي في أول واحدة. المجموعة الأولى هي الخاصة ب السياسات الحكومية المعلنة. المجموعة الثانية بتشمل مجموعة من المعالم الأساسية زي القيم والعادات السائدة في المجتمع واحتمالات تغييرها. طبعا دي بتأثر على أنواع المنتجات ومواصفاتها. يعني مثلا في المجتمع المصري مش من الدارج إن احنا بنبيع منتجات تحتوي على مثلا الكحول. المعالم الأساسية للنظام الاقتصادي والسياسي دي بتأثر على الخطر اللي بتعرض ليه المشروع. سياسات التسعير وإعادة التشغيل، ودي بتأثر بشكل مباشر على ربحية المشروع. واخيرا سياسات توزيع ورقابة الدخل، فمثلا وضع حد ادنى من الاجور في بلد ما يجعل من الضروري مراعاة ذلك عند حساب ربحية المشروع، لان كل مبلغ بيدفع او كل جنيه بيدفع جوه المشروع ده بيأثر في حساب التكلفة. واخيرا اتجاهات اجهزة الرقابة ومنح الموافقات ورخص التشغيل. فبعض الاماكن تشدد اجهزة الرقابة رقابة النقد في إتمام إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، حيث أن النقد الأجنبي يعد أكبر مانع ضد الاستثمار في بلد ما. طيب كيف يتم بقى دراسة وتحليل قوانين الاستثمار؟ لدراسة وتحليل قوانين الاستثمار، عشان نقدر نقول المعنى ده، عشان نقول لازم نتكلم عن حاجة اسمها دراسة الجدوى القانونية. تعمل حاجة اسمها دراسة للصلاحية القانونية للمشروع الاستثماري المقترح من كافة جوانبه،
وذلك في ضوء القوانين العامة والخاصة والقرارات الجمهورية والوزارية واللوائح المنظمة للاستثمارات، وكذلك دراسة وتحليل أي قوانين ولوائح وقرارات أخرى متعلقة بالاستثمار مثل قوانين الضرائب وتشغيل العمل. ده بالنسبة لدراسة الجدوى القانونية. الجزء الأخير الخاص بحوافز وقيود الاستثمار. من الحوافز طبعا بنتكلم فيها عن الجانب الإيجابي للدوافع أو القرارات أو الحالات أو المناخ العام اللي بيحفز عملية الاستثمار، أما القيود دي الحاجات اللي بتمنع الاستثمار. بالنسبة لحوافز الاستثمار، تحتل عادة دراسة حوافز الاستثمار وكذلك القيود المفروض عليها أهمية خاصة في دراسة الجدوى القانونية، حيث تتمثل حوافز الاستثمار في مجموعة المزايا الاستثمارية. الجملة دي مهمة، أنت بتشوف إيه هي المزايا الاستثمارية أو الإعفاءات أو الاستثناءات التي تقررها القوانين الاستثمارية المعمول بها في الدولة من أجل جذب الاستثمارات الخاصة والتي تعود بالنفع على الدولة. بالنسبة لقيود الاستثمار، ودي قد تفرض بعض الدول قوانين أو استثمارية، مجموعة القوانين دي بتفرض مجموعة من القيود على الاستثمارات بغرض ضبط سلوك المستثمر حتى لا تؤدي استثماراته إلى إحداث خلل في السوق. وعلى سبيل المثال، مثلا القيود التي يجب أن تفحص وتحلل وتركز دراسة الجدوى القانونية على عدة جوانب، منها القيود المفروضة على مزاولة أنشطة معينة، منها القيود التي تستبعد أي استثمار أجنبي أو محلي من مزاولة نشاط معين، منها القيود المفروضة على الأسعار والأوضاع الاحتكارية، وكذلك القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا وعلى شكل المشاركة المحلية مع الاستثمار الأجنبي، القيود المفروضة على التعامل مع النقد الأجنبي، القيود المفروضة على التشغيل والاستغلال الاستثماري من قبل أجهزة حكومية عامة أو أجهزة مهنية. وبالتالي دي بتبقى مجموعة من القيود اللي بتحجم أو بتأثر طبعا تأثير معين، مش لازم بالسلب بس ممكن يؤدي إلى تقليل التوسع، يؤدي إلى ضخ المبالغ المستثمرة، يؤدي إلى انخفاض أو تحويل خطوط الإنتاج من منتج معين لمنتج تاني، وبيأثر طبعا على طبيعة الصناعة. المسموحات والإعفاءات الضريبية، يجب إجراء موازنة دقيقة بين الآثار السلبية والإيجابية للإعفاءات الضريبية للمشروعات، حيث أنه قد يختلف التشريع الضريبي من دولة لأخرى لأسباب عديدة، كما أن بعض قوانين الضرائب قد تنص على المعالجة الضريبية اللي بتختلف في حالة المستثمر الأجنبي عن حالة المستثمر المحلي. بمعنى إن أنا دلوقتي ممكن أعامل المستثمر المحلي بطريقة ووسيلة دفع ومجموعة من الإعفاءات، وكذلك الاستثمار الأجنبي بطريقة أخرى، بالإضافة إلى تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الأمر الذي يتطلب تحديد البنود المسموح بمعالجتها كمصروفات واجبة للخصم وإيرادات قابلة إن هي تتحط في الإقرار الضريبي الخاص بالممول، أو بالنسبة للتعديل اللي بيحصل في بنود قائمة الدخل زي ما أخدته في مقررات الضرائب، إزاي بيحصل إن في إيرادات خاضعة للضريبة وفي مصروفات واجبة الخصم. الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، تتمثل الحوافز الاستثمارية المباشرة في الدعم المباشر للمشروعات الاستثمارية من قبل الدولة والإعفاءات والمزايا الضريبية بأنواعها. أما الحوافز الاستثمارية غير المباشرة فغالبا ما تسفر عن تخفيضات غير مباشرة في تكاليف إنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية، مثل قيام الدولة بتحمل أعباء المرافق العامة والبنية الأساسية في منطقة المشروع الاستثماري المقترح، أو قيام الدولة برفع التعريفة الجمركية على الواردات من المنتجات المماثلة التي ينتجها المشروع، مما يشكل حماية اقتصادية وتسويقية للمشروع الاستثماري. يبقى خلاص كده اتفقنا ان الحوافز الاستثمارية غير المباشرة بتسفر عن تخفيضات غير مباشرة في تكاليف انشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية، مثل قيام الدولة بتحمل أعباء المرافق العامة والبنية الأساسية في منطقة المشروع المقترح، أو قيام الدولة برفع التعريفة الجمركية على الواردات من المنتجات المماثلة التي ينتجها المشروع،
مما يشكل حماية اقتصادية وتسويقية للمشروع الاستثماري. طيب، بالنسبة للاعتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار الشكل القانوني للمشروع، يتوقف اختيار الشكل القانوني الملائم للمشروع الاستثماري المقترح على عدة اعتبارات. أهمها الأشكال القانونية المسموح بها للمشروعات ومنشآت الأعمال في الدول المضيفة للاستثمار، وكذلك حجم الأعمال ومقدار التمويل اللازم بالإضافة إلى طبيعة نشاط المشروع. وتتعدد الأشكال القانونية التي تمارس من خلالها الاستثمارات الخاصة بالنشاط، ومنها طبعا أول حاجة المحل الفردي أو المنشأة الفردية، ودي ليها خصائص إنه بيمتلكها شخص أو فرد واحد، ويعامل القانون ويعمله القانون كالتاجر له أهلية لمزاولة النشاط التجاري. تاني نوع اللي هو شركات الأشخاص أو البارتنرشيب، دي بتكون أو بتتكون من مجموعة من الشركات، ومنها شركة التضامن. شركة التضامن فيها لا تتحدد التزامات الشريك المتضامن بماله من رأس مال الشركة فقط، بل يمكن الرجوع أيضا على رأس ماله الخاص الآخر. أما شركة التوصية البسيطة، وهي شركة يشترك فيها مجموعة من الشركاء الموصين مع الشركاء المتضامنين، وتتحدد المسؤولية الخاصة بكل شريك بمقدار حصته، حصة التوصية التي يقدمها للشركة دون ماله الخاص الآخر على خلاف الأمر مع الشريك المتضامن. تالت نوع وآخر نوع اللي هو شركة المحاصة، ودي شركة تقوم طبقا لرغبة الأفراد بشكل مستتر ومحدد عن عملية واحدة أو لفترة قصيرة، وعادة لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وواضحة عن شخصية الشركاء. بالنسبة للنوع التالت اللي هي شركات الأموال، ده نوع مهم، وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي فقط وليس على الثقة الشخصية بين الشركاء. تتمثل في أنواعها، واحد شركة المساهمة، ودي هي الشكل المألوف لشركات الأموال، وهي شركة يقسم رأس مالها إلى عدد من الأسهم، وتنحصر مسؤولية المساهم فيها بقيمة السهم أو الأسهم التي في حيازته، وتشمل كل مما يلي: شركات المساهمة المغلقة، ودي شركات بتقفل على مؤسسيها، تنغلق على مؤسسيها، أي أن يتم الاكتتاب في رأس المال الخاص بالشركة المساهمة بالكامل بواسطة أحد المؤسسين فقط. يعني عندنا شركة المساهمة المفتوحة، وهي شركة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام أو المقيد. وآخر نوع اللي هو شركة التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويمكن تصنيفها أو تصنيف كلاهما في فئة واحدة، تقع بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث يجمع بين هذين النوعين من الشركات بعض خصائص شركة الأشخاص مع بعض خصائص شركة الأموال في نفس الوقت. أي أن أهم ما يميز شركة التوصية بالأسهم هو تمثيل حصة أو حصص التوصية في شكل السهم أو الأسهم المماثلة لأسهم شركات المساهمة، بينما أهم ما يميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنها تؤسس وتدار بأسلوب مماثل عادة لأسلوب تأسيس وإدارة الشركة المساهمة، ومع ذلك فملكيته محصورة للعدد والوجود الشخصي للشركاء. وبكده يبقى انتهينا من أول جزء، وهو الجزء النظري الخاص بتأسيس الشركة، وإزاي بيبقى فيه دراسة قانونية للمشروع، وإيه هي حوافز وقيود الاستثمار الأساسية. طبعا احنا المفروض برضو يعني جزء من الأساسيات التعليم عندنا إن أنت لازم تبقى عارف برضو إيه اللي بيحصل في السوق. فاحنا هنتعرض لفيديو لمدة دقيقتين كده هنتكلم فيه عن دراسة الجدوى في الواقع العام. تاخد في الاعتبار هو الاستمرارية. اسلوب الاستمرارية في دراسة الجدوى هنا بيعتمد على امرين مهمين جدا:
اول حاجه هي القدره على التنافس، تاني حاجه هي التقاضي. هتلاقينا مثلا لو هنفترض ان احنا عندنا نشاط براس مال صغير وليكن مثلا كافيه او مطعم، اول ما فتحناه جالنا زباين يعني كتير وبدا الامر بالنسبه لنا كربح يكون بصفه دوريه مستمره ما بيقلش الربح وبالعكس بيكون فيه ازدياد، وفجاه كده جه مستثمر او شخص يعني كده فتح جنبنا نفس النشاط بتاعنا اللي هو كافيه او مطعم لكن براس مال ضخم يفوق راس مالنا بمعدلات كتيره جدا. يبقى احنا علشان نعرف نشتغل في السوق لازم نبقى عارفين عناصر البيئه اللي بنشتغل عليها في عند دراستنا للمشروع بتاعنا اذا كان هيبقى صالح ولا لا. منها اول حاجه طبعا لازم تبقى عارف ان في عناصر للبيئه الخاصه او الداخليه وفي عناصر للبيئه الخارجيه بصفه عامه. البيئه الخاصه انت لازم تبقى عارف مين المنافسين بتوعك، السوق بتاعك فيه سوق احتكار ولا لا، هل في سوق تنافسي ولا لا، حضرتك مثلا بتخضع للعمال اللي عندك يعني بيرضعوا لقوانين القوى العامله ولا انت في القطاع الخاص، والمستلزمات بتاعتك ايه، الالات والمعدات بتاعتك ايه. بالنسبه لعناصر البيئه الخارجيه انت عندك مجموعه من العناصر الاقتصاديه، مجموعه من العناصر القانونيه، مجموعه من العناصر الاجتماعيه، مجموعه من العناصر السياسيه، ومجموعه من العناصر الفنيه. بالتالي المنتج بتاع حضرتك الخاص بدراسه الجدوى اللي انت المفروض بتعمل على اساس المشروع لازم يحتوي بشكل اساسي على اول حاجه ان يكون عندك ملخص عام للتنفيذ، وصف للمنتج بتاعك بشكل كويس، ايه هي مجموعه من الاعتبارات الفنيه، ايه هو السوق سواء كان سوق المنتجات او الخدمات، لازم تحدد السوق بالظبط، ايه هي استراتيجيتك في التسويق، ايه هو هيكل تنظيم المشروع عندك، هل المشروع بالنسبه لك مكون من مجموعه من الافراد، ترتيب الافراد دي مين مشرف مين عامل مين رئيس ورديه مين منتج يعني بيستخدم عامل ماهر للانتاج، طب مستوى الخبره بتاع كل واحد فيهم. لازم تبقى عارف تحديدا الهيكل التنظيمي بتاعك وتحط جدول زمني تايم بلان كده اللي تعرف فيه انت هتعمل المشروع ده في وقت قد ايه، وخبره من اكيد من خلال ممارستك لنفس النشاط بس مش مشروع انت حضرتك بتمتلكه لفتره قبل كده، ومجموعه من التوقعات الماليه. اخر نقطه هنتكلم عليها في الشابتر بتاعنا الاول اللي هو خاص بازاي بنعمل تصنيف لدراسات الجدوى. فاحنا عندنا بنصنف دراسات الجدوى على اساس وظيفي، فممكن نصنف دراسات الجدوى الى دراسه جدوى قانونيه يبقى الهدف منها تشوف في اي معوقات قانونيه ولا لا، بعد كده بتعمل دراسه جدوى تسويقيه، بعد كده بتعمل دراسه جدوى فنيه وهندسيه، بعد كده بتعمل دراسه جدوى ماليه واقتصاديه، ودي محور الحديث بتاعنا في المقرر ده ان شاء الله. برضو لازم حضرتك تبقى عارف ايه هي المجالات التطبيقيه لدراسه الجدوى. عندنا دراسه جدوى المشروعات الاستثماريه، ودي الحاله اللي اذا كان المستثمر لديه رغبه في انشاء نشاط استثماري لم يسبق له كان يكون المستثمر متخصصا في مجال تشغيل الفنادق ورغب في الاستثمار في المجال الصناعي مثلا يعني بيعمل سويتش للنشاط بتاعه. وعندنا دراسه جدوى لمشروعات التوسع، دي بتعبر عن المشروعات الاستثماريه اللي بتمثل امتداد صناعي او خدمي لمنشاه قائمه. وعندنا دراسات جدوى لمشروعات الاحلال الراسمالي، وتنصب هذه الدراسات على مشروعات الاستبدال الاستثماري كما في حاله احلال اله او مجموعه الات قائمه في مصنع ما بالات اخرى جديده تفوقها التكنولوجيا. واخر نوع عندنا دراسه جدوى مشروعات التطور او التطوير التكنولوجي وتحسين اقتصاديات التشغيل، وهنا بتتمثل في مشروعات احلال الطرق الاليه وانظمه التحكم الميكانيكيه والالكترونيه محل الطرق اليدويه لانتاج مستهلك. والجزء برضو اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه ما هي انواع قرارات الاستثمار، في قرارات خاصه بتحديد اولويات الاستثمار، وفي قرار الاولويات بتاعتي او الاهتمامات الاساسيه بتاعتي، في عندنا قرارات تانية اللي هي قرارات قبول او رفض المشروعات الاستثمارية، وفي عندنا قرارات الاستثمار المانعة تبادلية. عملية اتخاذ القرار الاستثماري وتنفيذ المشروعات هي عملية بسيطة بس بتحتاج منك ان انت تشوف الاول
المروج الاستثماري، وبعد كده بتشوف الفكره الاستثماريه، وبعدين بتعمل دراسه جدوى مبدئيا. لو دراسه الجدوى دي قالت لي ان هيبقى في فشل للفكره، فببتدي ارجع تاني للفكره من اول وجديد. لو في نجاح للفكره بتبتدي مراحل الجدوى التفصيليه، فبتعمل دراسه جدوى قانونيه، ثم دراسه جدوى فنيه وهندسيه، ثم دراسه جدوى تسويقيه، ثم دراسه جدوى ماليه واقتصاديه، ثم دراسه جدوى اجتماعيه، وفي الاخر بتعمل عمليه تقييم. ده هنشوفه عملي في المحاضره الرابعه ان شاء الله. وبعد كده تبتدي تتخذ قرار الاستثمار، يا يعني اما القرار ده هيكون قبول او رفض المشروع. لو رفض المشروع هترجع تاني تكرر كل الخطوات دي من اول الفكره ومراحل الجدوى المبدئيه، وبعدين تشوف الفكره اذا كانت ناجحه ولا فاشله، وبعد كده تعمل دراسات جدوى تفصيليه بدءا من القانونيه والفنيه والهندسيه والتسويقيه والماليه والاقتصاديه والاجتماعيه، وبعد كده ترجع تاخد قرار استثماري تاني. اذا كان في قبول فهتبتدي تنفذ وتنشئ المشروع، تنشئ المشروع، وبعد كده هتبتدي تجرب المشروع ثم تشغل المشروع. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بمقدمة مقرر دراسة الجدوى او الدراسة المحاسبية لجدوى المشروعات الاستثمارية. بالنسبة لدراسة الجدوى المالية هنبتدي بيها النهاردة ان شاء الله في اول جزء مرتبط ب الموضوع ده. احنا بنبقى مطلوب في يعني عندنا ان احنا نحدد ارقام اساسيه كده، منها اول رقم ايه هي التكاليف الاستثماريه ومصادر تمويلها. ده اول موضوع واول مطلوب. تاني نقطه او تاني موضوع اللي هو ازاي بتقدر تقدر التدفقات النقديه، والتدفقات النقديه دي في بعضها تدفقات نقديه داخله وبعضها تدفقات نقديه خارجه. هنشوف الكلام ده بالتفصيل في المحاضره القادمه ان شاء الله. هنبتدي النهارده على طول في موضوع التكاليف الاستثماريه ومصادر تمويلها. احنا في الجزء ده بيبقى مطلوب منك لازم تبقى عارف ازاي تعمل جدول تقدير وتمويل الانفاق الاستثماري او التكاليف الاستثماريه. وتاني حاجه ازاي تعرف لو انت واخد مثلا على سبيل المثال، فبالتالي الجزء المطلوب هنا بيكون ان انت تعمل الجدولين بتوعك اللي هما جدول الانفاق والتمويل الاستثماري، والجزء الثاني ان انت تعمل جدول لحركه خدمه القرض او الدين، لان انت بتبتدي تحسب الجزء الخاص بالقرض وفوائده. قبل ما نشوف الجدولين نفسهم لازم نبقى عارفين بس ان فتره المشروع، لو قسمنا فتره المشروع وقلنا ان في فتره لبدايه المشروع، يبقى فتره بدايه النشاط هنديها في عقلنا كده في خيالنا ان هي رمزها صفر. يبقى كل سنوات التشغيل التاليه بتاخد ارقام موجبه، اما السنوات الخاصه بالانشاء فبنديها ارقام سالبه. يعني انا لو عندي كان في سنه واحده للانشاء يبقى السنه بتاعتي سالب واحد، لو عندي سنتين للانشاء يبقى عندي سالب واحد وسالب اتنين. سالب اتنين دي هي السنه الاولى للانشاء، يعني انت هتعتبر ان الصفر هو نقطه البدايه بالنسبه لك. لو حضرتك بتتحرك في فتره الانشاء يبقى بتمشي بالسالب، لو حضرتك بتتحرك في فترة التشغيل يبقى بتمشي بالموجب. الحتة دي مهمة جدا علشان تعرف تحل معايا شوية تمارين. طيب بالنسبة لو في مشروع جاهز او انا اشتريته جاهز حالا الان فورا للتشغيل، ففترة الانشاء بتاعته بتبقى في اللحظة اللي انا بدفع فيها فلوس المشروع وباخد فيها المشروع، فتبقى الرمز بتاعها رمز صفر. احنا قلنا في الكلام ده في الفصل النظري، قلنا ان سنوات التشغيل بتحدد بيطلق عليها مصطلح عمر. فاحنا كنا شرحنا في المحاضره الاولى ثلاث انواع من الاعمار. العمر الاول اللي هو العمر القانوني، العمر الثاني اللي هو العمر الانتاجي، العمر الثالث اللي هو العمر الاقتصادي. قلنا العمر القانوني هو العمر اللي بيتحدد وفقا لنصوص القانون، العمر الانتاجي هو اللي بيتحدد فيه صلاحية موارد المشروع اللي هي آلات ومعدات وخلافه للإنتاج، أما العمر الاقتصادي هو التشغيل المشروع فيه بيكون اقتصادي بمعنى إنه بيحقق معدلات الربح المطلوب. طيب ده بالنسبة للجزء ده. طيب إيه هي التكاليف الاستثمارية؟ دي التكاليف اللي بيتم إنفاقها منذ لحظة التفكير في المشروع وحتى نهاية دورة التشغيل الأولى. يبقى أنا هيبقى عندي التكاليف دي حاجتين. التكاليف الاول استثماريه طويله الاجل اللي انا بصرفها على المشروع،
علشان المشروع ده يبقى صالح للتسجيل. وفي تكاليف استثماريه قصيره الاجل اللي هي بتمثل راس المال العامل الاول اللي هو بيمثل تكلفه اول دوره تسجيل. طيب بالنسبه للتكاليف الاستثماريه زي ما انت شايف دلوقتي على الشاشه، في عندنا تكاليف استثماريه ملموسه، دي كل الحاجات اللي انا بشتريها وبتكون ملموسه زي الاصول الثابته مثلا زي الاراضي والمباني والالات والمعدات والسيارات ووسائل النقل والانتقال. وعندنا جزء مهم جدا اللي هو احتياطي الطوارئ، وده بتبقى بتمسك مال الاصول اللي انت اشتريتها وبتحسب لها نسبه معينه، بتعتبر ان النسبه دي انت واخدها كاحتياطي لتجهيز ان انت تستعد شويه لتطبيق المبدأ الحيطه والحذر، ان ممكن يحصل زياده في الاسعار او تضخم او غرامات في فتره انشاء المشروع. بالنسبه بقى للتكاليف الاستثماريه غير الملموسه اللي هي الحاجات اللي انا مقدرش يعني احددها بشكل مادي، في بعضها بيكون ليه قيمه بيعيه وبعضها بيكون ليس له قيمه بيعيه. اللي ليه قيمه بيعيه زي الاصول الثابته غير الملموسه، زي براءة الاختراع، زي شهرة المحل، انا بحددهم لك اهو، براءة الاختراع وشهرة المحل، العلامة التجارية، حق التأليف، حق الامتياز، وحق المعرفة. هم 6 حاجات اقولهم تاني: براءة الاختراع، شهرة المحل، العلامة التجارية، حق التأليف، حق الامتياز، حق المعرفة. الحاجات دي لما المشروع بيقدر يعني في وقت لاحق ان هو يتصرف فيها وليها فلوس، ليها الاسم التجاري او العلامه التجاريه للمحل او للنشاط او للشركه، اقدر ابيعه بفلوس، لان ده بيمثل استثمار غير مباشر كان في ان انت بتكون قاعده من العملاء وبتعمل براند وسمعه للمكان ده في السوق. في بعض الاصول بيبقى ليس لها قيمه بيعيه زي تكاليف التاسيس، دي فلوس انت بتصرفها عشان تاسس المشروع وما بتستفدش منها في وقت لاحق، زي تكاليف دراسه الجدوى، زي تجارب بدء التسجيل، زي تكاليف التدريب، زي توظيف العاملين، زي الرسوم بتاعه التسجيل، زي مصروفات القضائيه. كل الحاجات دي بيبقى ليس لها قيمه بيعيه ولا يمكن التنازل عنها. تاني حاجه اللي هي الفوائد بتاع القروض خلال سنه الانشاء او سنوات الانشاء. اما بالنسبه لراس المال العامل الاول، ده بيمثل مجموع الاصول قصيره الاجل اللازمه للوفاء باحتياجات المشروع خلال الدوره الاولى من التشغيل. خلي بالك الدوره الاولى دي بتتحدد حسب انت بتقسم السنه الخاصه بيه اللي هم 12 شهر على طول او عدد الدورات، يعني مثلا بيقول لك مثلا في عندك 4 دورات، يبقى هتقسم يبقى كل دوره 3 شهور مثلا، يبقى هتقسم 12 على الاربعه يدي لك 3 شهور. فلما بتحدد الثلاث شهور دول يبقى هي دي طول الفتره بتاعه الايه دي دوره التسجيل. فبيبقى مجموع الاصول قلنا زي ما قلنا قصيره الاجل اللازمه للوفاء باحتياجات دوره التسجيل الاولى، وبتشمل كل العناصر الخاصه بالاصول المتداوله زي المواد الخام، زي الوقود، زي قطع الغيار، زي النقديه، زي اجور العمال، كل البنود اللي انت كنت بتحطها في الميزانيه في تحت العنوان الفرع اللي هو خاص بالاصول المتداوله، ده بيمثل راس المال العامل الاول. وخلي بالك انت راس المال العامل الاول ما بيكونش اصول متداوله بس، ممكن يبقى التزامات متداوله، لان انت اساسا عشان تطلع راس المال العامل هو الفرق بين الاصول المتداوله والخصوم المتداوله. دوره التسجيل دي هي الفتره اللازمه للانتاج والبيع والتحصيل، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 5، ممكن تبقى 6، حسب عدد الدورات او عدد الشهور. يعني لو افترضنا ان السنه فيها دورتين تسجيل بس يبقى كل دوره 6 شهور، لو قلنا ان هم 4 دورات يبقى كل 3 شهور دوره من دورات التسجيل. طيب عايزين نشوف كده اجمالي التكاليف الاستثماريه هتبقى بتساوي ايه. الحاجات اللي احنا قلناها دي اللي هي التكاليف الاستثماريه الملموسه زي التكاليف الاستثماريه غير الملموسه زائد راس المال العامل الاول او قصير الاجل. تنقسم مصادر التمويل، انت عشان تجيب الفلوس اللي هتاسس بيها المشروع ما فيش غير مصدرين: مصدر داخلي جيبك فلوسك راس مالك، او خارجي ده بيبقى عن طريق المقرضين. الخارجي ده ممكن تبقى القروض دي او السلف او المبلغ اللي انت بتاخده كدين ممكن تسدده في خلال سنه فيبقى قرض قصير الاجل، او يقعد معاك اكتر من سنه فنسميه قروض طويله الاجل. فلازم تبقى عامل حسابك وانت بتحل التمارين معانا او بتتعرض للحالات اللي احنا بنحلها ان لازم اجمالي التكاليف الاستثماريه في اول سنه بيساوي اجمالي مصادر التمويل في نفس السنه. في عندنا شويه ملاحظات بقى لازم نبقى عارفينها. فبالتالي تكلفه الاصل الثابت تساوي دايما زي ما احنا عارفين
ثمن شراء الاصل زائد كافه المصروفات التي تنفق على الاصل حتى يصبح صالح للاستخدام، يعني مش ثمن اللي موجود في الفاتوره بس، لا، ثمن زائد كافه المصاريف اللي بتصرفها حضرتك على الاصل لحد ما الاصل يوصل عندك لغايه الشركه او المصنع اللي انت بتاسسه، وكمان يصبح صالح للاستخدام. طيب، اما اذا كان الاصل مملوك اصلا للشركه، وذكرنا لك احنا في التمرين التكلفه الدفتريه بتاعته والقيمه السوقيه بتاعته او تكلفه الفرصه البديله، فانه يتم اهمال القيمه الدفتريه ويتم حل محلها القيمه السوقيه سواء كانت اعلى او اقل. واذا ذكر في التمرين ان اكثر من تكلفه فرصه بديله، فانه يتم الحل باكبر تكلفه فرصه بديله، يعني انت بتشوف اعلى سعر موجود مثلا في السوق على سبيل المثال. الملحوظه الثانيه بخصوص او تتعلق باحتياط الطوارئ وارتفاع الاسعار، بيتم حساب احتياط الطوارئ وارتفاع الاسعار فقط لو انا نصيت لك في الكيس على الكلام ده، لكن في الواقع العملي انت امتى بتحسب احتياط الطوارئ ده؟ انت بتحسب احتياط الطوارئ لما بيكون شاري حاجات مثلا باسعار معينه او الكلام ده مثلا مستورد فلسه ما جاش، فلسه في خطر تعرض الالات او المعدات دي المخاطر، فلسه منتظر. انت ممكن تكون هتسدد بالدولار مثلا فسعر الصرف متغير، فانت بتعملها كوعاء كده يعني صغير بتشيله على جنب احتياطي في نسبه تقريبا بيبقى في حدود 10% من اجمالي قيمه الاصول الثابته دي، بحيث ان انت تقدر يبقى عندك فند او مبلغ معين تقدر تعالج بيه المشكله دي في حاله حدوثها. طيب، احنا بنديهولك في التمرين في شكل مثلا نسبه مئويه برضو من قيمه الاصول الثابته الملموسه طبعا حسب ما هنوصلك في التمرين. بالنسبه لراس المال العامل ليه ثلاث احتمالات اساسيه. الاحتمال الاولاني ان انا اديهولك جاهز رقم محدد، الاحتمال الثاني ان انا اديلك ارقام الاصول الثابته الاصول المتداوله والرسوم المتداوله زي تكلفه الخامات، تكلفه المستلزمات النقديه، الرسوم، الحاجات اللي انت محتاجها خلال اول دوره تشغيل. الاحتمال الثالث انك تاخد تكلفه التشغيل وعدد الدورات. طب تحسبها ازاي؟ اول حاجه عشان تحسب عدد الدورات بتقسم ال 12 شهر اللي هم بتوع السنه على طول دوره التشغيل الواحده مثلا 3 شهور، يعني 12 على 3 يبقى انت عندك 4 دورات، وبعد كده بتجيب اجمالي تكاليف التشغيل السنويه تقسمها على معدل الدوران اللي انت طلعته او اللي هي عدد الدورات الموجوده. بالنسبه اذا طلبنا منك حاجه اسمها الاهميه النسبيه او الماتريالتي، دي انت حضرتك عشان تعرف كل بند من البنود هو مهم قد ايه، بتجمع اجمالي العمود اللي هو فيه الاصول مثلا التكاليف الثابته الملموسه، التكاليف او الاصول الملموسه، الاصول غير ملموسه سواء ليها قيمه بيعيه او ليس لها قيمه بيعيه، بالاضافه لراس المال العام الاول، تجمع ده كله في اجمالي، فبيبقى الاجمالي ده بالنسبه لك هو الكاونت بتاع 100% او الاجمالي بتاع 100%. بتقسم اي رقم من اللي انت بيبقى موجود عندك في العمود تقسمه على ال 100% دي وتضربه في 100% تاني يديلك النسبه المئويه بتاعتك.